نعم الكفر دفاعه حتى لا ما تزاول به العبد حده من معبود أو مشروع أو مطاع في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. نقول من الاستغلال وهو مجاوزة الحد. الكفر بالطاغوت معناه تركه وهجره والابتعاد عنه. الكفر بالطاغوت الذي يعبد من دون الله فتترك عبادة الأصنام وعبادة غير الله عموما الأصنام وغيرها. قال تعالى والرجل فاهجر رجل الأصنام وهجرها تركها. وكذلك البراءة من المشركين هذين الكفر بالطاغوت. وكذلك البراءة من كل كافر ومن كل مشرك لأن الله سبحانه وتعالى بريء من المشركين ورسوله. وإبراهيم عليه السلام يقول والذين معه قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والله تعالى يقول لنبيه وما أنا سبحان الله وما أنا من المشركين. ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. هذه براءة من المشركين. فالكفر بالطاغوت إذا يعني البراءة من عبادة ما سوى الله والبراءة كذلك من المشركين ومن أعمال هل تتحدد الطواغيت وتختلف باختلاف الأزمنة أو لا؟ تتحدد كلما تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى فإنه يعتبر من الطاغوت. حكم من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت. والسحر من الطاغوت. وكذلك كل ما يخل بأمور التوحيد ويناقض العقيدة فإنه من الطاغوت. كما قال العلامة ابن القيم الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت. ورأس الطواغيت هو الشيطان لعنه الله لأنه هو الذي يدعو إلى الكفر وإلى الإلحاد وإلى عداوة الله ورسوله. جزاكم الله خيرا.